هنروح بقى من تنس الطاولة لبطولة البال. الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي تأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا للبال 3، اللي طبعا احنا عارفين إن هي كان في جزء منها هنا في مصر ودلوقتي هي في رواندا. الفرقة اتغلبت على فريق استاد مالي في مباراة نصف النهائي. استاد مالي فريق قوي جدا في الباسكت في أفريقيا، قدم الفريق عرض أو يعني العرض كان قوي جدا رغم ان النتيجه كانت قريبه طول الوقت، وانا ريقي نشف في الماتش ده تحديدا يعني، لكن الشكل كان كويس قوي ونجح في الظهور بشكل مميز لتنتهي المباراه لصالح الاهلي بنتيجه 78-73 ليضرب موعدا مع فريق دوانز السنغالي في نهائي البطوله. البطوله دي بالتصوير بتاعها بالتكنيك بتاع الاضاءه بالشغل ده انا كان نفسي ناخد من الناس دي النوها وهم هنا، لان شعبيه كره الباسكت تزيد جدا لو بقى الشكل زي ما احنا شايفينه في الصور كده، زي ما انتم شايفين كده. انت ده تصوير الام بي اي، يعني التصوير ده بتاع الام بي اي، والبطوله بتاعت البال دي هي تحت اشراف الام بي اي. الجزء بتاع التسويق الرياضي الخاص بالعرض مهم جدا. شفنا في اول ما الرابطه بتاعت الانديه مسكت الدوري المصري وكان في تصوير مميز وكان في انترو للماتشات ودخلات والكلام ده كده، كان في شكل او منتج الدوري المصري كان مختلف. نفس الكلام في بطوله البال دي، منتج البال ليه مختلف عن بقيه منتج الباسكت او كره السله في الوطن العربي كله؟ لان التصوير ده بتاع الام بي اي، ولان الشو ده بتاع الام بي اي، نظام الاضاءه ونظام المدرجات القريبه من الملعب والكلام ده كله ده شغل الام بي اي. لذلك للناس اللي بتفكر في الاستثمار الرياضي، جزء كبير جدا من الاستثمار الرياضي في طريقه عرض المنتج بتاعك. المنتج الرياضي بتاعك كل ما هتضيف ليه حاجه كل ما هتتاخد بعوائد ماديه. هي ليه البطوله دي وهي هنا جالك فيها جمهور افريقي من حتت كتير جدا يتفرجوا في مصر، رغم ان احنا هنا ما كانش يعني كان في مشاكل في حوار الجمهور ده، لكن انت هنا في مصر حققت مكاسب جماهيريه، غير ان البطوله دي بتتعرض في حوالي 12 دوله في العالم وبتتعرض في 32 قناه. انت متخيل ليه؟ لان طريقه عرضها منتج حلو الناس تحب تتفرج عليه. خلي بالك الناس الافارقه دول هم اللي في الاخر بيطلعوا الام بي اي، تخيل الام بي اي كلهم افارقه وهم عاملين البطوله دي عشان نيجي بقى نشوف ناخد احنا من الناس دي اللي احنا عايزينه. ليه احنا ما ناخدش النوها وده يا جماعه؟ يعني ده كانوا عندنا هنا في مصر، الاهلي كان مشارك ووصل ودلوقتي الاهلي راح للنهائي اهو، يعني احنا مش بعاد قريبين والناس دي بتاخد مننا. يعني الام بي اي الدوري الامريكي الاقوى في كره السله في النهايه واخد من عندنا. طريقه العرض دي مش حاجه صعبه، ما انت كانت عندك هنا اهي الاضاءه اللايت سيستم اللي بيتعمل بيخلي الشكل حلو ده مع الكاميرات مع الحاجات دي كلها. يعني دي كانت حاجه مهمه جدا. الاهلي هيلاقي نظيره دوانز السنغالي في المباراه النهائيه المقرر اقامتها يوم السبت 27 مايو المقبل في تمام الساعه 7 مساء. نتمنى كل التوفيق لفريقنا، نتمنى ان شاء الله ان احنا نرجع بالبطوله دي بطوله مهمه واضافه كبيره جدا لتاريخ الباسكت في النادي الاهلي.